وقعت مصر مع الإمارات عقد تعاون مشترك لتصنيع سيارات البيك اب اي ام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية، وذلك كسابقة أولى في مصر. قال وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن هذا التعاون يهدف لتوطين صناعة السيارة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبها أشارت وزيرة التجارة نيفين جامع إلى أن إنتاج السيارة محليا يعد خطوة هامة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة.